يقول السائل: هل يجوز أن أوقع عن زميلي في العمل؟ لا يجوز هذا، هذا كذب. لا يجوز توقع عن زميلك في العمل، لأن هذا من الكذب. لكن لو حضر وقال لك وقع، أنا ما أحسن التوقيع وأنا ما أستطيع أوقع، وهو حاضر وقعت عنه، شيء صحيح لا مانع. أما أنك توقع عنه وهو غايب بصفة أنه حاضر وهو غير حاضر، هذا كذب ولا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان.